السلام عليكم. اليوم كنت والله حابب اطلع الكامباس بالجامعه ان اصور لكم فيديو عن موضوع بعيد شوي عن الدراسه، لكن اليوم الجو سيء جدا وريح وهواء، احتمال كبير انها تمطر اليوم، فبدي اصور. السلام عليكم، عدنا من جديد. اليوم حابب احكي لكم عن موضوع شوي بعيد عن الدراسه. زي ما حكيت لكم اليوم موضوعنا هيكون عن شوية قرارات وقوانين غريبة تم إصدارها في الصين. انتو زي ما بتعرفوا ان الصين هي أكثر دولة من حيث الكثافة السكانية في العالم، وهي تقريبا رابع أكبر دولة من حيث المساحة، وفيها تقريبا 55 عرقية مختلفة، فشيء طبيعي ان تكون الحكومة الصينية حذرة جدا من أي مؤثر خارجي ممكن يأثر على مكونات المجتمع الصيني. حظر ظهور الياسمين في الصين. إذا بتتذكروا أيام ثورة تونس، ثورة الياسمين في 2011، كلمة زهرة الياسمين تصدرت مواقع البحث الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية. ففي الصين تم حظر أي رسالة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على كلمة ياسمين أو كلمة زهرة. القرار هذا كان فيه عواقب كثيرة، منها هبوط أسعار أزهار الياسمين في الصين، وعدم إقبال المواطنين خوفا من الحكومة على شراء أزهار الياسمين. حظر ألعاب الفيديو في الصين. من سنة 2000 لغاية 2013 كانت ألعاب الفيديو محظورة كليا في الصين وممنوع المتاجرة فيها، بسبب انه الحكومة كانت خايفة انه الشباب يضيعوا وقتهم في ألعاب الفيديو، مما يقلل انتاجية الشباب في العمل وفي الدراسة. تم رفع الحظر في سنة 2013. حظر مواقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب، تويتر، فيسبوك، مواقع محظورة كليا في الصين من سنة 2009. وفي 2009 تم تأسيس أقوى جدار حماية أو جدار ناري اللي هو فاير وول في العالم، سموه The Great Firewall. والسبب للحظر إنه في سنة 2009 صارت مظاهرات في إقليم تشينجان اللي هي موطن الأقلية المسلمة الإيغور، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي السبب في زيادة حدة التوترات والمظاهرات في تلك المنطقة. حظر فيلم افاتار في دور العرض في الصين، والسبب انه كانت تعتقد الحكومة انه الفيلم قد يحمل فكرة او رسالة سياسية للشعب للثورة ضد الحكومة، لانه فكرة الفيلم اذا بتتذكروا كانت ثورة السكان الاصليين في كوكب بندورة على المحتلين. سياسة انجاب طفل واحد. ظل القانون مطبق في الصين لعقود طويلة، وكانوا يفرضوا غرامات كبيرة كتير على المخالفين، وفي بعض المدن والولايات كانوا يجبروا المرأة على الإجهاض. في نهاية 2015 تم إلغاء القانون والسماح للمواطنين بإنجاب طفل آخر، يعني يصير عندهم طفلين، لمعادلة عدد الإناث مقابل الذكور.